هل فاكهة الكاكا أو فاكهة الكاكي تعتبر من الأغذية الصحية، ولا في بعض المحاذير اللي احنا لازم ناخد بالنا منها لو نوينا نشتري النوع ده من الفاكهة ونجرب طعمها؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع فاكهة الكاكا أو الكاكي أيا كان المسمى. الفاكهة دي بدأت تنتشر في الأسواق العربية، فقلنا نعمل فيديو كده بسرعة نتكلم عن فوائدها وعيوبها وايه الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها لو نوينا نشتري الفاكهة دي عشان نجرب طعمها. بس كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا محتاج أذكر حضراتكم إن المحتوى الهادف بيموت بالمتابعة الصامتة. تعليق حضرتك ومشاركتك بيوصل الفيديو لعدد اكبر من الناس. بدايه كده، فاكهه الكاكا او الكاكي تشبه الى حد كبير الطماطم، ولكنها فاكهه مش خضار، لانها بتنتج من اشجار كبيره في الحجم. بتبقى الثمار لما توصل لمرحله النضج بتبقى طريه، وفي نفس الوقت بيبقى ليها جزء اخضر كده يشبه الى حد كبير طماطم، ولكن بيبقى لونها مايل اكتر لون البرتقاني مش اللون الاحمر. واكتر حاجه لازم ناخد بالنا منها لما نيجي نشتري النوع ده من الفاكهه هي عدم تناولها او شرائها في مرحله ما قبل النضج. ولو اشتريتها مش ناضجه لازم اخليها عندي في البيت لغايه اما تنضج، يعني كده ويتحول لونها بالكامل للون البرتقاني. ده بيخليها احلى في الطعم، وفي نفس الوقت بتخلينا نتجنب اكتر ضرر ممكن يعود علينا من النوع ده من الفاكهه، وهي احتوائها على مواد بنسميها مواد قابضه. والمواد القابضه او التنينات او التنين، ودي مواد تشبه الى حد كبير المواد اللي موجوده في الشاي، ولكن في الفاكهه دي بتكون بكميات اكبر. المواد دي لو احنا اكلنا الفاكهه دي وهي لسه لم تنضج ما استوتش، يعني بتكون كميتها كبيره وممكن تعمل لنا مشاكل احنا في غنى عنها من اول الفم بقى لغايه الجهاز الهضمي. ممكن بقى المواد القابضه دي تعمل مشكله في الفم، تنشف الريق بشكل كبير، وفي نفس الوقت برضو تعمل امساك وتعمل مشاكل في المعده. كل الحاجات دي ممكن نتجنبها لو كلنا الفاكهه دي وهي مستويه. لو كلناها بقى وهي مستويه يعني وهي طريه كده، بناخد بقى الفوائد اللي موجوده في الفاكهه دي. اول حاجه لونها البرتقاني كده بيدل على انها بتحتوي على مواد مضاده للاكسده اسمها الكاروتينات، ودي مواد برضو تشبه المواد اللي موجوده في الجزر، ولكن برضو بكميه اكبر شويه من اللي موجود في الجزر. المواد المضاده للاكسده الجميله دي موجودة في النوع ده من الفاكهة بتكون مفيدة للقلب وصحة الشرايين. الناس بقى اللي عندها دهون ثلاثية عالية في الدم، الناس اللي عندها كوليسترول جار عالي في الدم، الفاكهة دي تعتبر صديقة الناس دي، لأنها بتقلل بشكل كبير مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار الموجود في دم الإنسان. كمان برضو الألياف اللي موجودة في النوع ده من الفاكهة بتعتبر صديقة للناس اللي عايزاه ما ترفعش سكر دمها، ما ترفعش الأنسولين بشكل كبير. بالإضافة لكده المواد الكاروتينية الموجودة في فاكهة الكاكا أو الكاكي بتعتبر صديقة النظر وصحة الإبصار، وفي نفس الوقت برضو بتخفض أو بتخلي ضغط الدم في مستوى معقول. فالناس اللي عندها ضغط دمها بيعلى بسهولة أو عندها تاريخ مرضي مع ضغط الدم، الفاكهة دي بتعتبر صديقة للناس دي بشكل كبير، لأنها ما بترفعش الضغط، وفي نفس الوقت في أبحاث بتقول إنها بتقلل كمان ضغط الدم وبتزود نسبة السيولة في الدم. فعشان كده الناس اللي بتاخد أدوية مسيلة للدم وبتاخد الفاكهة دي بكمية كبيرة تاخد بالها، لأن ممكن الفاكهة مع الأدوية المسيلة للدم تزود من التأثير بتاع تسييل الدم، وده ممكن يعمل لنا مشاكل احنا في غنى عنها. كمان برضو الفاكهه دي غنيه بالفوليك اسيد، غنيه بفيتامين B1 وB2، ودي مغذيات مفيده جدا لصحه الحمل بالذات في الشهور الاولى، وكمان برضو مفيده لكل الناس. يعني باختصار الفاكهه دي تعتبر من الفواكه المفيده جدا الغنيه بكتير من انواع المغذيات. مفيش ما يمنع ان احنا ندخلها جوه برنامجنا الغذائي، بس بشرط زي ما قلنا ان احنا نتناولها في مرحله النضج التام، يعني تكون الفاكهه برتقانيه بالكامل وفي نفس الوقت برضو تكون طريه عشان نستمتع بطعمها والفوائد اللي موجوده فيها ونتجنب التانينات اللي موجوده بنسبه كبيره في النوع ده من الفاكهه. يا رب اكون قدرت افيد حضراتكم النهارده بمعلومه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.